مرحبا بكم في فلوج جديد. مهم ندوش على صوتي انا، يلا فايقه. هذا الفلوج ان شاء الله غادي نديكم معايا العربيه ونمشيو معايا لواحد العرس في العربيه. مهم قبل من هذا الشيء، هذا الشيء ما عرفتش انا همت بالضبط نمشي للعربيه واش في الليل ولا دابا ولا مهم. انا فقت بكري، عندي رونديفو باش نمشي نقاد ضفيراتي، حيت من ورا غادي من ورا غادي نجي من العربيه، ما عنديش الوقت باش نمشي انا نقادهم حيت عندي واحد الغرض. هذا الشيء اللي كاين، ليتس جو. المهم لقيتوني جيت وجيت كنقاد في الضفيراتي يا اختي. يلا هاكي ديما حنايا بحال هكا، كندير لها هاك دير ليا. بنات شوفوا لي زاكسيسوار ديالي كيجاوكم طقطقين. هاد الخويتين ديال لوي فيتون، وحتى هادي جا داك الشيء. خديت لي زاكسيسوار جداد، تنمشي للدار ونوريهم ليكم. شوفوا الضفيرات يا اختي كيجاو، درنا فيهم حب الملوك. عاد شحال داير الكيلو يا اختي؟ شوفوا عاتو كيبان بحال لو جيل، والله خدمه نقيه، ما عندي ما يتسلق اختي. المهم انا لقيت وين جيت للدار وكل شيء تغديت وداك الشيء، دابا غادي نجمع الحوايج. رشوني حطيت كاع الحوايج داك الشيء اللي غادي نحتاج تماكن باش ما ننساش. غادي نجمع الحوايج معاكم. شوفوا لي الدفارات جاوني فني، حمقوني. هذا الشيء اللي كاين، ومن بعد نديروا شي ميك اب يكون زوين. المهم انا غادي العربيه، كاين واحد العرس ولكن ماشي ديال العيد، كاين غير ديال الرجال، ولكن العيد كتفرجوا من بعيد فهمتوا. دابا تمشيو وتشوفوا كل شيء. هذا الشيء اللي كاين، ندوزو ويكاند يكون زوين في العربيه، وغادي نديكم معايا اختي نفوجو انصامبل. جمعت حوايج وكل شيء، داك الحوايج اللي كتشوفو تما كاين هما اللي غادي نلبس، وحتى جمعت ماكياج. وانا نقول باقي ما درتش ميك اب، المهم غادي ندير شي حاجه اللي خفيفه. المهم راك شفتو ما جمعتش بزاف الحوايج حيت حنا اصلا ما نجلسوش بزاف. هذا الشيء اللي كاين، خبركم توحشت العربيه شحال ما بقيت مشيت وجلست فيها. المهم انا كيف ما شفتو وجهي تراسي دغيا، غير درت ما غسلتش وجهي، غير قاديت هكا داكشي اللي غيتقاد في الكاميرا ديال الجميله. المهم تما كيف ما شفتو راني جمعت الحوايج، الحوايج كتشوفو تما كان هما اللي غادي نلبس. وبغيت نسولكم، شوفو كي جاوني نبيض راس، قول لي رايكم. جاو معايا، جاو مع هاد الكادر، جا معاك مارتي ولا لا؟ انا بعدا حبيتو، حتى الناس على انستغرام عجبهم داكشي. المهم تقول لي كيف جاني هادشي اللي كنتي جاني نتوايون ونسيت سينيال او غوس هادون. المهم نسيت شي حاجه غادي نزيدو من تماكين، وهادشي اللي كاين. حل خير اختي من العربيه، واحد الصباح ما نقولش لكم دابا الصباح بكري. هذه دابا 7
ريدي ودني في العربيه يا اختي. البنات شوفوا درت معكم جيت ريدي ويز مي في العربيه. دابا غادي نمشيو للعرس. المهم دابا غادي نمشيو للعرس. قادي تراسو داكشي واخا كاين واحد العجاج ما نقولش لكم. صافي كنلبس غير هاد القنديره. اصلا انا كنت كنلبس غير فهمتوا كنلبس غير هاد القنديره. الصراحه زوينه وخفيفه هكايا. ما بغيتش نلبس زعما شي حاجه شارجي حيت غير العربيه ما عنديش نلبسها هكايا حيت اصلا كاين واحد الصهد ما نقولش لكم ونديروا للدالات ونا الحلوين واخا غيولوا بالغبره نقولش لكم خصني تنسحوا هذا الشيء اللي كاين. وانا سو اكسايتد نصور لكم داك الشيء عندنا هنايا في الدوار دوحه في الدوار كي جاتكم. المهم حنايا قاعدتنا هنايا في الدوار كيجيبوا العريس من كيجيبوا العريس من الحمام. يعني دابا غادي يجيبوه من الحمام ياكو. غادي نوريكم هكا يطوقوا شنو كيديروا ليه. كيرقيو ليه الحليب والتمر وداك الشيء. والمهم كيجيبوا الغياط وداك الشيء كيبقاو الناس دايرين كيشطحوا وداك الشيء. غادي نصور لكم كل شيء. ومن وراها الناس اللي كيكونوا هكا يا جيران وداك الشيء كلهم كيجيبوا قصعه هكا يتعكسوا مزوقين وداك الشيء. حتى هما غادي نوريهم ليكم المهم غير باش تعرفوا شنو كاين. ومن بعد كيجيبوا جروب هكا كيلعبوا العيالات هكا بيناتهم. ماشي زعما شي عرس نيت فهمتوا. ما كتكونش بارزه العروسه اولا شي حاجه يعني كيلعبوا غير بيناتهم. وفي الليل يا اختي كيكون العرس ديال الرجال كيجيبوا ولد الحوات اولا كيجيبوا المهم هنا عندنا في العربيه الاغلبيه كيجيبوا ولد الحوات ومحفوظين. ديك الساعه نصور لكم النشاط. ها هو النشاط. هاد الشيء اللي كاين اختي. واصلا كنحماق على الاجواء العربيه. هذا ما كان وغيدو حتى الفطور للعروسه وتا هو غادي نصوروا لكم. يلا يا ربي غير نلحق على كل شيء. هيا بينا شربت لك ايوا يا اختي ملي سالينا العرس ديال العيالات دابا جينا نتوجدوا للعرس ديال الرجال.
قبل كل شيء مهم طيبت هنايا المخمر وخا هرس اليوم هذاك ماشي طيب جرى تصورت بيه فهمتوا عمرنا هنا اتاي انا قلت كنصور لكم يا اختي في الانستغرام المشاهدين دابا غادي نمشيو للعرس وضروري مدو معنا الميطه ديالنا باش نتغطاو حيت كيكون واحد البرد ما نقولش لكم حيت كنجلسوا غير في الزنقه باش كنتفرجوا من بعيد اوكي هذا الشيء كاين شوفوا لي الميطه ديالي انا ولا دابا غدا دايره الفلاش او ميم طو باش نصور لكم كيجيني نعس غتشوفوني بحال هكا وليت عربية بير المهم بغيت غير نقول لكم البارح سالينا العرس حتى شي 5 الصباح عاد جينا وما قدرت نصور لكم والو صراحة حتى عييت واليوم كنت كنصور لكم في انستغرام هكا ستوريات وداكشي نعيش الاجواء يا اختي وانا فرحانة بزاف بزاف واخيرا من بعد 10 سنين وصاحبتي كتقلب على اختها اخيرا لقاتها ها هي غادي نديها ليها ان شاء الله غادي نديها ليها غدا الاسف اني جايه شوف الخبر صادم يا اختي البنات كنحس بواحد الراحه ما نقولش لكم شوفوا الغروب شوفوا كيبان لكم ارتاحيت هنا بعدا في العربيه واحد الراحه ما نقولش لكم ما كاين لا كونيكسيون الريزو ما كيشدش ما كاين لا انستغرام لا تيك توك والو صافي ارتاحيت ليا مع قبي مزيان هذا الشيء اللي كاين اختي مثلا نسمع معاكم شويه انا نبدل واش تقولوا لي كيجاوكم اجواء ديال عروبيتنا وكتاتكم عروبيتنا وكتاتكم تقاليدنا يا اختي مزيانين زينين وقولوا لي حتى نتوما راك يعني عندكم شي تقاليد وداك الشيء المهم حنا تقريبا غادي نمشيو غدا في الصباح بكري ما غاديش نبقاو حتى يحزموا العروسه نهار 7 ايام كيحزموا العروسه كيديروا لها الخبز في واحد ليزار وكيحزموها بيه وداك الشيء وما عادش كيديروا المهم انا قلت لكم هادشي اللي كاين